Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. كريمة طازجة كمية اختياري هذه المعلومات تبعت لكريمة على نار متوسطة عشر دقائق بديل السكر هو اختياري الكمية والنوع اختياري أنا وضعت على كوب الكريمة اثنين معلقة كبيرة بديل السكر أي نوع متوفر في السوق موجود في الصيدليات نوضع الفانيلا وبنحرك بعد عشر دقائق نغلق الحرارة نوضع الكاكاو الخام بالتدريج الكمية غير محدودة يعنى حتى تتماسك العجنه نوضع بالتدريج حتى تتماسك العجنه نحرك هي محتاجه كمان هيك اعتقد انه كفاية يعني ما ما في كمية محددة انتو بالعين حتى تتماسك مثل هيك العجنة مثل ما انتو شايفين اتركها تبرد ثلاث اربع دقائق تبرد ونشكلها هلقيت فرجيكو كيف بنشكلها ممكن نستخدم الورد المجفف الورد الجوري أو الجوز هند أو الفستق الحلبي أو الكاكاو أو السمسم أو التشيا شو ما بدكم زينو هي اختياري ممكن بالكاكاو الخام ممكن بالفستق الحلبي ممكن بالورد الجوري إذا أنتم بدكم تبعتوها هدية هي كتير كتير روعة لما توضعها بالتلاجة حتتماسك التخزين أيضا بالتلاجة لازم يكون التخزين بالتلاجة لمدة أسبوع بالمجمد الفريزر مدة ثلاث شهور تخزين بعد ما تنوضع بالتلاجة وتبرد تكون هي جدا متماسكة هي تفرجيكو كيف يعني تكون متماسكة جدا هي كتير روعة في أمان الله تزرونا بوصفه جديده شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناه واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه